السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من جديد في استوديو الجماهير. يوميا نفقد عزيز علينا في الوسط الرياضي، وهذه المرة الحلقة نرثي بها نجم من نجوم الكرة العراقية الكابتن شرار حيدر. هذا الاسم اللامع، الاسم الكبير الإداري الناجح، هذا الاسم الذي ترك لنا إرثا كبيرا بالمواقف، وأتحدث حتى آخر الأيام قبل وفاته، وهو ضرب لنا مثلا رائعا في التخلي عن المنصب الذي يتقاتل عليه الكثير عندما ترك رئاسة نادي الكرخ وهو في قمة الانتصارات وفي قمة الزهو وفي قمة الرفاهية لهذا النادي، وشرار حيدر يترك النادي بلا أي منافسة إلى كريم حمادي. رحم الله الكابتن شرار حيدر، رحم الله المواقف، رحم الله رجل المواقف الذي تشهد له كل المواقف السابقة بأنه كان نبيلا محبا للجميع. يمكن في حياة الكابتن شرار حيدر ما حاول يزعل أحد، لكن المواقف في وقتها كانت تفرض عليه أن يتخذ موقف هنا وكلمة هناك. للأسف قدرنا أنه إحنا نودع الطيبين، وقدرنا بأنه إحنا نودع النزيهين. الكابتن شرار حيدر رحل، وما أريد أزيد على الكلام اللي صار خلال الأيام الماضية بأنه تعرض إلى ظلم كبير وإلى تسقيط، لكنه كان شامخا وواجه كل هذه الهجمات، هجمات لو هذا الموبايل ينطق ولو مسموح لي أن أكشف ما كان يعانيه الكابتن شرار حيدر، لو الله الكل لترك الوسط الرياضي، لأنه فعلا هذا الوسط احيانا بهيج مواقف من تراجع الحسابات تشعر بانه احنا طغت علينا الانانيه والكره والحقد، وما نتعظ لا من موت الكابتن احمد راضي ولا علي هادي ولا ناظم شاكر ولا كريم سلمان ولا شرار حيدر ولا غيرهم وغيرهم، والقائمه تطول. رحم الله ابو تراب، وهنيئا الى هذه المحبه. البارحه اليوم الناس كلها حزنانه وبصدق وبمشاعر صادقة مو مشاعر كاذبة. 99% من الناس اللي حضرت التشييع واللي حضرت إلى مجلس العزاء اليوم بالآلاف الناس هي حزينة على شرار حيدر، وهذا هو الإنسان، ما يترك وراه غير السمعة الطيبة والتعامل الطيب، وهذا فعلا هو ديدن الكابتن شرار. البارحة تم تشييعه بعد قدومه من اسطنبول، الجنازة والجثة وصلت من اسطنبول إلى بغداد، وبسبب خطأ طبي وتهور طبي للأسف فقدنا رمز من رموز الكرة العراقية الكابتن شرار حيدر، وكان هذا التشييع المهيب إلى البارحة في نادي الكرخ وبعدها إلى مأواه الأخير. الرحمة والمغفرة إليك أبو تراب ولأهلك وذويك، إن شاء الله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حاجة